خطوات النجاح مع معمر سلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خطوات النجاح، اليوم حنتكلم عن الخطوة رقم 29 وهي حاسب نفسك. بس قبل ما نشرحها خلينا ناخذ رأي الناس، إيش معنى جملة حاسب نفسك؟ حاسب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب وتوقف عن أصدار الأحكام عن الآخرين، لأنه إحنا بحد ذاتنا يعني عندنا أخطاء ومقصرين وغلطانين وكل حاجة، فما في داعي إنه إحنا ننتظر الناس يحاسبونا، نحاسب نفسنا قبل ما ننشغل بالآخرين. محاسبة النفس مطلب أساسي لتقويم النفس وتهذيبها وتصحيح المسار في جميع أمور الحياة. ما دمت يا أخي تتنفس فعليك حقوق لنفسك ولخالقك وللناس، فتقييم النفس وتقويمها من تصرفات وأخلاق ومعاملة هو أمر مهم وضروري للتخلق بأخلاق المسلم الحق. حساب النفس ضرورة لتعرف على الأخطاء التي قد نقع فيها في حياتنا ومراجعة النفس ومحاسبتها، وهي تؤدي للضمير ليصبح يقظاً وحامياً النفس من ملذات وفتن الحياة. هذه يبغى لها شجاعة وإرادة، لأن المفروض أن الواحد يعرف فين أخطأ فين أصاب، فهي مراجعة لكل شيء يعني الواحد قام به. حاسب نفسك قبل أن تحاسب غيرك، لأن لا حق لك أن تحاسب نفساً قبل نفسك، فهي الأولى أن تحاسبها قبل أنفس الآخرين. قيم عملك وخططك كل فترة حتى ترى مدى التقدم والإنجاز الذي حققته. ده كان رأي الناس، خلينا نشرحها بطريقة تانية. حاسب نفسك قبل ما تتحاسب، وشوف أعمالك قبل ما تتحاسب عليها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنها أهون لحسابكم. دائما نفكر في دي النقطة. في الحلقات السابقة اتكلمنا خصوصا في حلقة 23 إن نسدد دين الناس. سداد دين الناس انك انت تبدأ تشوف مين الناس اللي وقفوا معك ومين الناس اللي ساعدوك وتساعدهم. هنا مو بس تفكر في دي، لا برضو ابدأ فكر انت في ايش الاشياء الغلط اللي انت سويتها اليوم. حاسب نفسك وليها معادلة جدا جميلة جدا. حاول تنتهي اليوم وقبل نهاية اليوم انك تستعرض شريط سريع في عقلك ايش سويت من أشياء إيجابية بحيث تحفز نفسك أنك أنت تستمر وأنك تسويها، وفي أشياء سلبية أنك تدعي ربنا أن يغفر لك عليها وتحاسب نفسك أنك أنت ما تسويها تاني. والله معادلة بسيطة جدا وما هي سهلة، وأنا أقول لكم هي أمانة ما هي سهلة، بس إذا عودت نفسك يا أخي الشاب أختي الشاب حنبدأ نتطور. أنا بقول الكلام ده برضو لنفسي قبلكم أنه نبدأ كده، أنه أول شيء أشوف إيش الأشياء الإيجابية، أحفز نفسي أقول الحمد لله أنا سويت كذا وكذا لنفسي بيني وبين نفسي، وأحرص إنه الغرور ما يتملكني إنه ها شوف أنا سويت حاجة حلوة، لا أقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب وأشكر ربنا عليها عشان لا تنغر. لا أشكر الله سبحانه وتعالى اللهم الله ثم أنت يا الله ما كنت سويت الشيء ده، هذه نعمة من الله والله يا أخي الشاب أو أختي الشابة. وإذا سويتوا حاجة غلط حاسبوا نفسكم وادعوا ربنا انكم انتم ما تكرروها. واحدة من ابجديات الشغل يعني من خطوات النجاح انه هي دي النقطة، انك انت كيف تطور نفسك، انك انت تبدأ تشوف ايش الخطوات الممتازة اللي انت سويتها تستمر عليها وتكمل عليها وما توقفها، بالعكس تطورها زيادة. والخطوات السيئة اللي انت سويتها كيف تحسنها وتعدلها وتخليها من أسوأ الى احسن، وهذا هو الصح. هذا كان ببساطة شرحنا لكلمة جملة حاسب نفسك. فكروا فيها دائما يا أخي الشاب يا أختي الشاب، لأنه ما في أحد تاني حيحاسب نفسك، أنت اللي حتحاسب نفسك.
نلقاكم في الحلقة الجاية في أمان الله. خطوات النجاح مع معمر سلامة.